كابتن عادل، الف مبروك فوز مستحق النادي الاهلي. مبروك الفوز اولا مبدئيا في الظروف الصعبه اللي انت فيه. خلاص يعني نرمي بقى ورا ظهرنا ماتش المقاولين، هنفكر في اللي جاي. ولكن النهارده النادي الاهلي يمكن عمل مباراه اول 30 دقيقه كويس قوي، وبعدين مقاولين رجع معاه، ولكن الشوط الثاني لعب تجاري. يعني لا اقدر اقول لك عليه انه ده لعب تجاري، وده حاجه مهمه جدا انك تروح وانت مسافر كسبان المباراه اللي هي الدوري، مرتاح من حته الدوري، عشان ترجع ان يبقى عليك ضغط كبير قوي. انا بتكلم في الدوري دلوقتي. ايوه هترجع عندك ضغط كبير قوي في مباراه الدوري، لان هيتاجل لك ماتش او اتنين، وانت اصلا متاجل لك ماتشين، فهيضغطوك. اديك شايف وانت راح تلعب في ماتش مهم في المجموعات ما اجلولكش ماتش، يبقى انت خلي بالك هتتضغط ضغطه جامده قوي. ولكن احنا الحمد لله فاطنين للموضوع ده الفتره دي، يعني المفترض. يعني الحاجه الثانيه المهمه بقى اللي انا عايز اقوله، انك انت المباراتين القادمين يعني سان داونز والقطن يعني عاوز اقول دائما ما بحبش الحاجات المصيريه والكلام الكبير ده اللي بيتقال ده. بس هي مصيريه. لا ما بحبش انا اقول مصيريه ومش مع... هتكسب وتخسر وتتعادل وتعمل طول الحياه. لا لا هي مصيريه في مشوارك في البطوله. انا عارف يا كابتن، بس انا كنادي كبير، انا النادي الاهلي، انا نادي كبير، ما بحبش اقول الكلام ده، لانه هو النادي الاهلي متعود على بقاله سنتين في دوري المجموعات ما بيكونش جيد. ليه؟ لانه كان بيتعرض لنفس اللي اتعرض ليه السنه دي. النادي الاهلي بيلعب في كاس العالم للانديه. لعب النادي الاهلي لعب السنه دي اربع مباريات في كاس العالم للانديه تقال للغايه، تقال للغايه. فبيحصل له الموقف ده. انا ما بتكلم بقول ان شاء الله تروح صن داونز تلعب باريحيه، العب يعني اللي هو استمتع ان شاء الله. نتيجه الظروف المحيطه والموقف الصعب اللي احنا فيه صعب تلعب باريحيه. لا اريحيه بمعنى انك انت لازم تكون عندك الثقه. انا عندي ثقه في فريقي، اللي هو الفرقه تقدر تعمل حاجه كويسه. يعني انا النهارده مثلا على سبيل المثال، الفكره ان علي معلول يكمل المباراه، او الفكره ان محمد هاني يكمل المباراه، او منعم يكون بيكمل المباراه. يعني الفكره في ايه؟ انك انت خلاص انت بتبص لمباراه بمباراه، بمعنى انك انت حاطط كل اهميه البطولات في كفه واحده يا كابتن علي. فانت مش يعني الاهلي بما حضر، يعني العب باريحيه، ده اللي انا بقول لك عليه. الاهلي بما حضر، بمعنى انك توصل في بطوله الدوري جيد، وتوصل في بطوله افريقيا جيد، لانك نادي كبير هتعمل كده. النادي الاهلي الماتش اللي جاي ماتش صعب للغايه. ماتش النهارده انا في وجهه نظري انك الثلاث نقاط فوز ثمين ليك طبعا في وقت طبعًا. انت نفسك كابتن ايمن لما كنا بندردش بنقول ايه في الظروف الصعبه، لو تعادلت مش تبقى زعلان قوي، لكن افضل حاجه الانديه الكبيره لما ما بتبقاش جيد او عندك مشاكل كتير تكسب، تعرف تكسب، تعرف تكسب صح، لانه الدوري بيتحسم بجمع النقاط وليس بالمباريات الجيده. مظبوط. بمعنى انك انت احيانا ممكن تنزل تلعب زون ديفنس الفرقه اقل منك كتير، ولكن انت في الفتره دي محتاجه علشان تكسب، علشان كمان الحاجه الثانيه عندك مشاكل يعني تكتيكيه جوه الملعب، عندك ناس غايبه كتير قوي. كتير قوي من المدربين بيتضايقوا جدا لما بيكون حاطط في دماغه تشكيل او حاطط في دماغه لعيبه معينه يجي يلعبها يا كابتن ايمن وما تلاقوش قدامك. طريقه اللعب نفسه احنا عارفين ان مش المدرب اللي بيعمل طريقه اللعب ومشيه اللعيبه او الكواليتي بتاع اللعيبه اللي بيعمل لك طريقه لعبك. فانت ممكن تكون حابب تلعب بطريقه لعبك فبيجي لك اصابه، زي اكرم توفيق في البدايه، زي دلوقتي عمرو السوليه اللي انا يمكن اسامه قال كلمه كنا بنتكلم، بيقول السوليه الوحيد اللي عنده حته القياده في وسط الملعب شويه. انا معاك تماما انه اكتر واحد بيعرف يتكلم في الامر، يعني عنده يمكن انا شفته اكتر من مباراه بيوجه كويس وبيوجه صح، وشخصيه قويه وحاجه جميله. اعتقد مستر كولر لازم يحدد واحد او قائد في الملعب. هو في محمد الشناوي بس بعيد عن بعيد حد. عاوز واحد. ما هو ما هي كابتن هي الشخصيه اصلا بتبان ان هي قياديه.
لاعب نظره فوق زي 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 السولية ده قائد يعني، يعني ممكن يعني انا من الحاجات اللي انا بقول عليها بالتفاهم يعني، مش بقول يبقى كابتن الفرقه الحقيقي، ممكن يبقى كابتن الفرقه في المباراه جوه الملعب من غير شاره. أيوة. انت فاهمني؟ أيوة مظبوط. بره كابتن الملعب وكل حاجه محمد الشناوي، بس هو السولية اللي يعرف يوجهك كويس، السولية اللي يعرف يتكلم مع اللعبة كويس، انت محتاج دي بنت في الداخلية، بنت حتى بنت النهاردة. يمكن انا فلسفة دي نفسي تتغير شوية، اللي هو ايه، مش لازم تكسب 100%، مش لازم تجيب جون واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة، انا بحبها بس لما اكون فايق قوي، بس خليك واقعي، بحب الواقعية. جبت جون او الثاني اقف. أيوة. اقف يعني، ضع مننا اتنين بونت في سان داونز واتنين بونت في الداخليه عشان دي بس. صحيح. النهارده برضو كان في كر وفر شويه. المفترض ان نقف اكتر من كده. انت كان قصدك في بعض المباريات؟ لا، والنهارده كمان كان في كر وفر شويه برضو. الشوط الثاني بالذات. يعني انت خلاص وصلت للدرجه انك انت يعني كسبان. نظم شويه، مفيش منع ان النادي الاهلي يلعب 25 دقيقه على المرتده. ايه المشكله؟ ايه المشكله انك تلعب 20 دقيقه على المرتده؟ دي طريقه لعب بتكسب. ده في فرق عالميه كتير قوي بيخلوك تستحوذ على الكوره. اقول لك حاجه، منهم ريال مدريد. أيوة. من يعني يعملها في بعض المباريات. ريال مدريد عارف لما بيلعب فرق كبيره قوي بيضغط عليها من قدام. أيوة. لما بيلعب فرق صغيره لازم يديها مساحات. وانت عارف ليه بتديها مساحات؟ لازم تنزل تحت الكوره، مش عشان تدافع، عشان تجيبهم قدام. ايوه، فهي دي الفكره. نفسي الفتره الجايه تكون عندنا دي. ده فكره المدير الفني. لا، ما هو بص، المدير الفني محتاج بالذات الاجنبي محتاج يعرف عادات وتقاليد اللاعب العربي او اللاعب المصري. لو عرفها كويس هيرتاح. صحيح.